السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباور شيل هي أحد التطبيقات الموجودة بالويندوز سيرفر، واللي حقيقة رائعة جدا، ونصيحة حاول تتقوى بيها وحاول قدر الإمكان أنه تتعلمها. طبعا بالنسبة للفاير وول ممكن أيضا عن طريق الباور شيل نجي نطلع معلومات والأشياء اللي موجودة في الفاير وول. لكن قبل هذا ممكن تكتب في جوجل، مثلا تكتب في جوجل فاير وول سبيس باور شيل سبيس كوماندز Space Windows Server 2019، راح ياخذك على docs.microsoft.com. هذا مهم جدا بالنسبة للسكشن مات الباور شيل. تضغط على أول واحد، فهنا راح يطلع لك معلومات كاملة عن منو، عن الباور شيل وكيف تجي تستخدمها في موضوع الفايروول والكوماندات المهمة. خلونا نشوف. إذا رجعنا للسيرفر مالتنا على سبيل المثال هنا، وهذا غلقناه، هذا ايضا غلقناه، هذا نزلناه جوا، غلقنا هذا، نقدر هنا نضغط على الويندوز، راح نلقى هنا عندنا شيء اسمه ويندوز باور شيل. ومثل ما قلنا اذا ما لقيت هاي الكلمه فتقدر تستخدم السيرش وتكتب هنا باور. مجرد تكتب باور بالسيرش راح يبحث عنه وراح يظهر لك الباور شيل. الباور شيل شغلها كادمنستريتور، رايت كليك ران از ادمنستريتور. هنا من شغلك ادمنستريتور تقدر تنفذ كوماندات اللي تابعه المن اللي تابعه للسيرفر. طيب هنا اول كوماند مثلا نقدر نتعامل وياه، راح نعطيك مجموعه كوماندات. تمام، على سبيل المثال لاحظ هنا عندي شيء شنو اسمه جيت نت فاير وول رول، فاقدر اخذ هذا كوبي مثلا واجي هنا اعمل رايت كليك، لاحظ جيت نت فاير وول رول، هذا شنو؟ هذا راح يطلع لك كل الاكشنز اللي انت عاملها بالانباوند ترافيك، هذا اللي اخذناه بالدرس السابق. لما يكون هذا الكونكشن، طبعا لما يكون السيرفر 1 كونكتد، يعني لازم يكون السيرفر 1 كونكتد، فهنا لما نضغط على انتر مفروض انه يجلب لنا كل المعلومات لما يجي اي ترافيك او اي انتروجن، تدخل مثلا خلينا نقول خارجي من كمبيوتر او فتشي، راح يجي يطلع لنا الكونفيجريشن شلون صاير. لاحظ طلع لك المعلومات، طبعا معلومات هائلة جدا جدا، فهذا يطلع لك شنو؟ يطلع لك كل السيتنجز اللي موجودة بالنيتورك مالتك. فتقدر هنا لاحظ هذه الكوماندات تستخدمها، وتقدر تنطي الاسم على فكرة، يدعم الاتريبيوت. اوكي، هذا الجميل بالدوكيومنتيشن مالتهم، جدا رائع، يعني ما تحتاج الى انه تعمل خلينا نقول اشياء كثيرة. طبعا هاي المعلومات جدا جدا كبيرة، فاذا قلنا لك كنترول سي، كنترول سي راح يوقفها. فهنا ايش تقدر تستفاد من عنده؟ تستفاد المعلومات اللي ظهرت امامك، يعني هاي كلها الان كلها معلومات عن منو؟ عن الفاير وول في حاله الترافيك اذا يدخل للسيرفر مالتك. فهنا تقدر تدرس، يعني اذا عندك شيء معين، على سبيل المثال هنا يعني البروفايل فور اكشن، لاحظ هنا مثلا اكشن الو، المن هذا الو ترافيك فور ريموت ويندوز مانجمنت. اوكي، في عندك مثلا، طبعا كل واحدة من عندهم عنده اسم، وكل واحدة من عندهم شنو الآلية مالته. مثلا الالو للنت بايوز سيشن سيرفيس كونكشن، لاحظ الانيبل مالته فولس. اوكي، هذا لانه اكثر شيء كان يستخدموه في الفترة الاخيرة للاختراقات، فمبدئيا هذا يعملونه فولس بالويندوز، يعني لما تحمل الويندوز، فاذا تريد تفعله مثلا او عندك شيء يشتغل على اساسها، فلازم من تعرف انه تذهب للفاير وول مثل ما شرحناها بالدرس السابق، وتعملها شنو؟ تعملها اكتف. لاحظ هنا مثلا ال SNMP التراب سيرفيس UDPN، هذا الانباوند، لاحظ منطينا شنو الاكشن مالته الو. فتقدر حقيقه تشوف كل السيتنجز اللي صارت. طبعا هنا تضغط انتر انتر انتر. اوكي، هذا اند. ممكن انه هنا ايش نعمل؟ نعمل بايب اللي هو الشيفت وهذا الخط العدل سبيس، اكتب مور، اذا قلنا انتر لاحظ هنا ما ظهر مثل النافذة الاولى اللي كان يظهر وما يتوقف، لا هنا ظهر لك بهذا الشكل. اذا اضغط على السبيس اوكي راح يظهر لي السيتنج الثاني. لاحظ هذا السيتنج الاول، هذا السيتنج الثاني. مثلا هذا لاحظ مسؤول على الام بي سيشن ان، هذا مسؤول على الار بي سي، هذا مسؤول على اليو دي بي اللي هو الاس ان ام بي. تمام، فهذا يقدر يطلع لك واحد واحد وتقدر تشوفها اوكي عن طريق التاب.
بتلاحظ صوت التاب، هذا التاب اللي أنا جاي أضغطه. Control C، Control C راح يوقف لك إياها. فتقدر أيضا تعمل هنا Clear يمسح لك النافذة. طبعا في عندك أيضا Command آخر، يعني هنا نقدر نكتب أيضا مثلا، هذا نمسحها، نجي هنا نقول لك Get Net. انتبه على طريقة الكتابة جدا مهمة. IPsec، الـ IPsec هي security اللي انت حاطه rules، security اللي انت حاطه على النيتورك. اوكي، احنا قلنا ممكن تعمل الكونكشن مالتك secure، بس هنا احنا ما حاطين اي rules بالنسبة او اي rules ما حاطينه اللي هو يخضع او الكونفيجريشن مالته يخضع للـ security connection، فما ظهر لي هنا اي شيء. ممكن بالسيرفر اللي موجود بالشركه بيظهر مجموعه سيتنجز، يعني مثلا تابعه للاي بي سكيورتي اي بي سيك، هذا معناته انه في شخص ضايف هاي الرولز، ممكن انه انت تطلع عليها في حد موجوده. كذلك ممكن انه احنا بالنسبه للفاير وول نقدر نشوف السيتنجز مالته، يعني في حد اذا احنا نريد نعرف الاي سي ام بي ترافيك، تمام، فنقدر نكتب النت فايروول سيتنج. هنا راح يطلع لك شنو؟ يطلع لك المعلومات اللي المن تابعه للاي سي ام بي ترافيك. اوكي، هذا ممكن من هنا تجي تشوف ال الكونفيجريشن مالته. بلس ممكن تشيك ايضا ال عندك البورت، يعني هنا نقول له نت فايروول، اكتب بورت. حقيقة الكوماندات جدا سهلة، ممكن تحفظها فلتر، وتقدر معاها تعمل بايب مور، لان المعلومات اللي راح تظهر كل شيء هواية. تمام، لاحظ هنا يظهر لك كلمة مور، تقدر تضغط على التاب يطلع لك كل المعلومات. هاي معلومات عن منو؟ هاي معلومات عن البورتات الموجودة عندك بالحاسبة. اوكي، كل بورت شنو النوع، البروتوكول مالته، وايضا هذا البورت، تمام، and الخاص بقية الخصائص مثلا الريموت بوت، الاي سي ام بي تايب، الدايناميك تارجت. اوكي، للبورتات اللي موجوده واللي تمر عن طريق منه، عن طريق الفاير وول. يعني هذا كل شيء له علاقه بالفاير وول، يعني اي سيتنجز هنا او كوماند نكتبها هذا حسب السيتنجز والمعطيات اللي ينطينا اياها منه الفاير وول. اوكي، كنترول سي يوقفها and clear. كذلك في عندنا ايضا ممكن نعمل فلتر المان للابلكيشن، يعني هنا بدل ما او خلي يكون فلتر بس بدل كلمه البورت، وطبعا اكرر انتبه على طريقه الكتابه ابلكيشن، يعني اذا الكوماند ما اشتغل يمك يعني معناته عندك مشكله بالكتابه. تمام، هذا بالنسبه للابلكيشنز. اوكي، لاحظ هذه كلها ابلكيشنز، كيف يتعامل معاها منه الفاير وول. حقيقة في كوماندات كثيرة ممكن انه انت تشوفها. لاحظ هنا عندك الـ Security Filter ايضا، تمام، هذا يعمل لك فلتر للـ Objects for Target Computer. لاحظ هنا عندك للـ Setting اللي استخدمناه، فعندك كثير حقيقة. هاي كلها من ضمن السكشن منو، من ضمن السكشن الـ Power Shell. الـ Power Shell مو بس فقط عنده علاقة مع الـ Firewall، عنده علاقة مع كثير اشياء، يعني مع الهاردوير ممكن تعمل عليها سيتنجز، اللي عملناها بالديسك مانجمنت الفات والان تي اف اس وهاي شغلات، اضافه الكمبيوترات للدومينز. بالباور شيل حقيقه تقدر تعمل اشياء كثيره فوق التصور. فليش اقول لك انه انت حاول تتعلم الباور شيل، لانه ممكن انه انت تكون بعيد عن السيرفر، اذا قويت بالباور شيل ما تحتاج انه انت تكون دائما موجود بالشركه قريب من السيرفر. ممكن انه انت تكون مسافر او طالع في مكان معين وتقدر اونلاين عن طريق الفي بي ان مثلا، اذا كان عندك في بي ان للشركه، وتدخل للسيرفر وتعالج المشكله عن طريق الباور شيل. لهنا نوقف، نكمل وياكم ان شاء الله بالدرس القادم. مع السلامه.